طب تعالوا نشوف الكابتن سامي قمصان قال ايه وبعدين نرجع نتكلم في المباراه تاني. خلينا نشوف الجانب الايجابي. الحمد لله النهارده في المباراه، النهارده انت بتحقق النقطه وتصدر بيها المجموعه، ودي حاجه الحمد لله من الحاجات برضو الايجابيه بالنسبه لنا. يمكن الاداء بالنسبه لنا ما كانش احسن حاجه، وده برضو ليه عوامل كبيره بالنسبه لنا. لعيبه بقى لنا فتره كبيره جدا بعيد عن المباريات، يمكن حتى حسيت المباريات الوديه ما بتبقاش زي المباريات الرسميه. يمكن فرقه بلوزداد لعبت حوالي 6 أو 7 مباريات قبل المباراه ديت، فاديتها افضليه طبعا في الاداء. لكن برضو النهارده اللعيبه كافحت على قد ما قدرت يعني النهارده، ووصلنا وكان نقدر ان احنا نسجل هدف خصوصا في الشوط الاولاني. فرصتين سهلين جدا بالنسبه لنا سواء طاهر او حسين، حتى الشوط الثاني برضو جات لنا فرص. انا اعتقد لو كنا قدرنا نجيب واحده منها كانت هتدينا افضليه. في المقابل برضو هم يعني اضعاف، بس فرصنا اعتقد اللي كانت اخطر شويه منهم يعني. فاعتقد الحمد لله النتيجه بالنسبه لنا كويسه، ويمكن برضو احنا لو نفكر السنه اللي فاتت والدروب اللي حصل لنا في دوري في المجموعات، اعتقد النهارده برضو تجربه كويسه بالنسبه لنا ان احنا مش عاوزين نحقق او مش عاوزين نرجع لنفس اللي حصل السنه اللي فاتت. النهارده الحمد لله النقطه بتخلينا مصدرين المجموعه، وعندنا مباراه بقى جايه ان شاء الله نقدر نركز فيها ونحسمها بشكل افضل، ويكون ادائنا ان شاء الله افضل باذن الله. مباراه مهمه طبعا، عندنا مباراتين، مباراه في ارضنا ويانج، ومباراه بره ارضنا. اعتقد الحمد لله برضو الماتش النهارده ادينا برضو يعني دخلنا في اجواء اكتر، وحسست المباراه افضل ركز فيها. اعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها، وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله تحسم يعني المجموعه وموقف المجموعه ان شاء الله.